الأحواز ينتفضون ضد النظام الملالي في إيران احتجاجاً على سياسات القمع الهمجي والطائفي بعد نشر قنوات رسمية إيرانية مواداً تطال من قوميتهم العربية، ما دفع بالألاف للتظاهر في مختلف المدن الإيرانية رغم سلمية الاحتجاجات المنددة بتجاهل النظام لمطالبهم. السلطات الإيرانية ردت بإطلاق النار والغاز المسيل واعتقال العشرات. الشرطة والحرس دفعوا بمئات العربات العسكرية لترهيب المواطنين. جهات عليا أمرت بحجب خدمة التليجرام الفوري لدواعي أمنية. استمرار الحراك وقمع النظام قد يصبح بؤرة لانتفاضة شعبية قادمة.